استقبلتني بوجه عشى بصري نوره. ماذا فعلت يا ظالم؟ ماذا فعلت يا طاغي؟ قل صفعتها على وجهها. يقولي صفعتك وشفت دم بداية أثاري دمى من جفن الزجية أسبقى وشأنقى غريبة والسبية تقل لي وحجابي وقل غاش علي عالحايطة نظار دمى كسرى وضليع فاطمة عالحايطة نظار دمى كسرى وضليع فاطمة شخص قال ورا الباب تلاويت شفتها ترى الباب ثجيله وعلى مدفعتها عصارتها ولحد ما توني سمعتها تقلي حجابي وانا جمتك انا عصرتك بقهر واسمع ضليع انكسر يلا عندك دمعة اسمع اسمع اكو واحد يقول ابشري يا زهرة سحبنا ابو حسين ولا حد ينصر دنظري الى حسين احبي في نحرة في عاشور نذبحه وندوس على صدره وزينب يجي الشمر وش كم ضليع ينكسر كسر ضلعها لطمت عينها أسقط حملها أفاقت من غشوتها قالت فضين علي أخذوه ملببة شلون تقدر تتحرك الزهرة ما أدري ما أدري طلعت لن الدروب تموج من كثرة الناس لقت داحي باب خبار طوع يمشي ويا الأرجاء صعبة والله صعبة ملا عطية نادت حيدر ادركني شاف قونك كسر قايد الفرسان حيدر كيف ينقاد بحبيب ما رجعت الزهرة الا بعلي لكن لا تسألني شلون رجعت وياه ضربوها بالسياط وما رجعت اسمع اسمع حتى إذا تبكي على الزهرة ابكي عليها بقلب قلب موجوع ضربوها بعصات لا تضرب بها حتى الدابة وما رجعت لكن لا تسألني وين ضربوها ما أدري
ضربت فاطمة بالعصا، لكن وين؟ في يديها، في ظهرها، في رأسها، ما أدري. لكن أبين لك مقدار الضرب من من؟ من اللي شاف الضرب. شلون؟ الإمام الحسن بعد سنين، بعد سنين يرى ذلك اللعين وقال: وأنت يا لعين ضربت أمي فاطمة حتى أدميتها. إذلالا منك لرسول الله. يعني أدمى الزهراء، ضربوها جميعا بأرجلهم، ما رجعت. همت أن ترفع بالدعاء، همت، هم ما دعت، همت. وإذا آيات العذاب تدلت، قال أمير المؤمنين: سلمان، سلمان، ادرك أمة محمد. إجا سلمان: مولاتي أنا مرسول من علي، إن أباك بعث رحمة فلا تكوني على القوم نقمة. قالت عم سلمان: كسروا ضلعي الصبر، عم سلمان لطموني على عيني صبر، عم سلمان أسقطوني جنين الصبر، ولكن يريدون قتل علي فما على علي صبر يا سلمان. يقول تقول: ضليت دافعهم وظنتي يرحموني، ما لو علي بالصوت ضلوا يضربوا. والله يا زلمان الضروب والرام امتون. يوم شافوا آيات العذاب تدلت قالوا: خلوا عن علي، اتركوه، دعوه لها. ورجعت، الله الله الله، رجعت الزهرة ويا علي من المسجد إلى البيت، ما هو بعيد يعني، ما هو بعيد. لكن لا تسألني شلون مشت الزهرة ويا علي، ما أدري. وصلت إلى الدار، وضعت يديها على يديه، وأنا اللي ما بكيت، شوف الموقف، على صدري، على رأسه. أبو حسين ما أذوك، أبو حسين ما علموك، أنا بخير يا زهرة، لكن خبريني أنت شو اللي جرى عليك. قالت: أنت تشوف يا علي وتسمع ونيني ونيني ونيني، وقف على راسي لطم خدي وعيني، وانا انتحب واصيح يا فضة ادركيني. صار جسد فاطمة كالخيال. رواية، رواية هذه عن الإمام الصادق: ذاب لحمها انتحل جسمها كأني بزينب واقفة عند الباب، عمرها 5 سنوات، وإذا بها صارت تنظر إلى أمها وتبكي. أقبل إليها الحسن والحسين: زينب لماذا تبكين يا نور عيني؟ قالت: خويا أخبرك تدري الباب من نجده، من نجدو، أقرب الراحة، شوفي أذيك لولا، من نجدو
وظن مو ضلع كاسر من ام ضلوع. شلون عرفتي زينب؟ قالت اني شفتها بالقنوت ومن حجف مرفوع. العادة اللي يقنت بالصلاة بالصلاة مو بشفين. أني شفتها بالقنوت ومن جف مرفوع وجف ما ينرفع من كثر ما موجوع. أظن كتف أمي من الصدر مخلوع. صاحت باب باب من جدوع النخل وثجيل ذاك اللي انطبق عالزغرة عمر لثمنتعش يا حيف. وذاك الباب وش كبرى انا شفتها يا اخوي تون من شدة العزرة. شفتها بعيني يا ليت انعمت عيني عزاق الكسر ضلع امي كسر مني ضلع. يدخل عليها امير المؤمنين على غير المعتاد ويشوفها تتلوى تأم. اضع يدها على صدرها وتنادي كل ما تتنفس تتألم. مسمار مسمار كسر ضلعين من اضلاعي صدرها. ما تقدر تاخذ الهواء ام حسين. من يوم الهجوم الى ان الى يوم الى الليله التي ارتحلت فيها فاطمه نظر اليها علي والزهره تنظر اليه. شنو قالت له؟ اقعد يا علي وياي لو ساعة قبل موتي ولمن غمضت عيني يا حيدر جيب تابوتي هالليلة يا حامل جار. ون ون أبا سافر عن بيوتي وضرب الشين يا أبو حسين فرق بينك وخلى راسها بحجرة وتدنق وانحنى عليها وسالت دمعة عيونه وصاح المرتضى له. قال لك يا المعصورة خلف الباب حلوة النات خليها وما تحجي يا زهرة وياي ما جنش تعرفيني يا منحولة يا معلولة يا مضروبة علمتونك يا مهضومة يا مظلومة يا ملطومة على عيونك يا مرفوسة على بطنك أشوفك من خطف لونك وايش اللي عليك اليوم زايد يا نظر عيني. الزهرة بنفسها تجود فوق الفرش وتنادي يا حامل حما بموت يمي قرب اولادي خل زينب عند راسي وخل شفك على فادي خل هذا على شمالي خل هذا على يميني. اسمع وصيته. الزهرة تقول يا حامل حما اوصيك دير العين ليتامي وغسلني بظلام الليل لمن خلصت ايامي ولا تمسح على صدري تراقى مكسر عظامي ولمن نامت العدوان تالي الليل شيعون
عيوني. أجركم الله إلى أن دنت من الزغراء الوفاء، قالت لي أسمى يا أسمى أنا داخل حجرتي قاذي أصلي نوافلي ووردي، إذا انقطع صوتي كلميني، إن أجبتك وإلا فاعلمي أني لاحق بأبي رسول الله. دخلت الزهراء صلت ركعات، تقول أسمى ساعة انقطع صوته، أين المنادي يا زهراء؟ تمددت على مصلاها وويلا عرق جبينها سكن أنينها، انقطع صوتها وفاضت روحها المقدسة، أين الصارخون يا زهراء؟ أين الصارخون وفاطمة؟ سعد الله قلبك يا أمير المؤمنين. شنو حالته يوم عرف أن الزهرة ماتت؟ قبل الحسن والحسين إلى المسجد يصرخان يبكيان، شبيكم تذكرتم تذكرتما جدكما رسول الله؟ أوليس قد ماتت أمنا فاطمة؟ لما سمع أمير المؤمنين هذا الكلام تقول الرواية خر مغشيا عليه، أفاق من غشمته. شلون جهز الزهرة؟ شلون آخر الليل؟ يبقى آخر الليل غسل الزهرة. سلمان وعمار تعجب، قولوش علي داخل الحجرة يغسل الزهراء عليه السلام، ها؟ وإذا بنا نسمع صراخ الأمير ينادي آه علي علي جبل الصابر طلع، شافوه جالس في زاوية، جلس في زاوية واضعا رأسه بين ركبتيه. علي تؤون تؤون، تأمرون بالصبر وتجزعون عند المصيبة؟ إن الصبر لجميل. لا على فاطمة. سلمان لا تلمني، لما غسلت الزهرة مرت يدي على ضلعها المكسور ورأيت عينها المحمرة. وخلوها جنازة. خلوها جنازة. وزينب شد تقول شذكر يا يما يا يما من دلالك، أني مدري التابوت والله شلون شالك. يمنا 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 حلات الوالدة من تكون، يمنا تضم أولادك بيسرون، ويمنى تركتين ورهلت بزبر، يمنى إليك رد بعد لغاية من كثر الضرب ما ظل حال ولا ظل حيل، لما تتب غصتها يا ويلي وش يفيد الوي. غسلها علي بيده وكفنها ودفنها بليل، وظل يتوسف عليها يا ويلي ويجذب الحسرة. يا شياليل تشيل الناس ما تدري من تشيله،
بيك جنازة أم حسين يا شيا المحمول. بيات الدعاء بيات الدعاء. إيه عني لجل القبور يا شيال شلت أم الحسن وحسين شلت اللي ما بين الباب والحايط عصر غشين إيه شلت اللي على الدرعان ضربها وعلى المتنين وقفلي أبحكي وياك يا شايل المعلولة بعد شلت اللي حمل غطاح وتسقط من حشاها شلت اللي صدر غنصاب والمسمار آذى إيه حلالا ضواغا غاب واستوحش مصلاها ويا غني يصلي الليل في محراب غليل مؤلم البيت والله مؤلم يقول شلت اللي مشت عني جنازة بجفن ملفوفة ملفوفة ومن كثر المرض كثر المرض صارت بس عظام مصفوفة والله جسد متور ميدانة من جتوفة إلى جفوفة أين المنادي يا زهران